بلس كلها تنقل في وقت واحد وباستديو تحليل واحد بقيادة زميلي خليل الفهد. هذه محاولة أقصى الجهة اليمنى، فرصة خطرة وصلت عند الخطير كاسونجو، سجل الوحدة. فرسان مكة يبحثون عن العودة عن طريق المهاجم الخطير صاحب ال 24 سنة كاسونجو، يقول لنور الدين زكري المباراة لم تنتهي بعد، هدفين ليست كافية لهزيمة الوحدة. كاسونجو موجود وكاسونجو يقول كلمته في اللقطة الماضية ويسجل هدف ولا أروع ليعود هذه الإعادة وهذه الرأسية. الصناعة من الظهير الأيمن الطائر فواز سكور أرسلها إلى كاسونجو، لكن شوف لمسة الهداف،